طبعا كما لاحظتم الأداء الفنان المتميز مراد بوريقي وسامية أحمد الفنانة المتميزة سامية أحمد. سوف أقرأ عليكم بعض القصائد، يعني نقرأ قصائد حب. لا غادي نقرأ قصائد حب، غادي نقرأ قصيدة كتبتها في باب الحجر الصحي. كلنا دوزنا مرحلة صعبة من تساؤلات ومن الخوف ومن ترقب الأشياء التي لا يمكن التحقيق فيها العالم. فبدالك أننا في لحظة الخلق، في لحظة بدء الخليقة، فكتبت هذه القصيدة. بدء الخليقة. لم يعد في الأمر شك في الحقيقة، نحن في بدء الخليقة وثغاء الأبدية. نتهجى أفق القلب ونستجديه رداء آدمية. أيها الكون تمهد، علنا نهرب منا إليه، علنا نخلق وحدة هامشية. غفل بين البقايا، حمم بين الشظايا، هكذا نحن رهنة بين ليل. أزل ولا أبدية، مثل أطفال الأشقياء. أمنا ثقلتنا، هي بالتأكيد إلى فمنا وعرايا، نحن نعدو في البراري كلصوص الأزلية. وإذا لم يعد في الأمر شيء في الحقيقة، نحن في بدء الخليقة. كم قطعنا خط عرض القلب سهوا، وخطوط الطول وخط الاستواء، ووضعنا كل نجم تساوى في غيابات شب. فإذا في الجب مثوانا غرباء، سادة الكون أردنا صلبا. فإذا بالكون يعفينا من الحب ويرمينا سجناء. أيها الكون تمهل، فرصة أخرى رجاء، فرصة أخرى أخيرا. ولك الأمر إذا ما أخلف الخلق الوصية، عل روح الروح تشتو ركبتاها كي ينال الوجه وعدا في الضريرة. أيها الوجه عذرا، أيها الماء عذرا، أيها النجم عذرا، أيها الكون عذرا. قد سلبنا دمنا حمرته، ووأدنا وردة الروح الأثيرة. فانتظرنا أيها الحب قليلا، انتظرنا، لا تكلنا لأمانا، علنا نرفو شغاف القلب من نور المصير. البارحة اليوم 8 مارس في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أصر السي أستاذ مالكي أن يحتفل بالنساء وبحقوق النساء، فطلب مني أن يعني آخذ الكلمة في الموضوع. فكتبت قصيدة مهداة إلى كل نساء، واسمحوا لي أن أكون قاسي فيها مع الجن.